الحمد لله بعد ما سالينا من الطريق اللي كنا جينا منها من البحر الابيض، دابا ان شاء الله خابطين الطريق من قلميم لتيزنيت. عندنا تقريبا واحد ساعه ونص ساعتين الارب ونوصلوا لتيزنيت، وفي الطريق كاينين مناظر ودواور وفيلاجات. بقاو معنا على الطريق ومن نوصلوا لتيزنيت غادي تشوفوا معنا داكشي اللي غادي نشوف. الجبال اللي مهرسين هنايا باين ان الطريق القديمه ديال هاد البلاصه هذه اللي مشينا منها دابا كانت خطيره. فريمون بزاف ديال الجبال اللي مهرسين وداخلين فيهم الطريق، دونك هذا مكان الطريق لحد الان مزيانه مصايبه مزيان، مازال نيل وداكشي داكشي ناضي. منين وصلنا لميستي خرجنا من الطريق الناسيونال ودخلنا في وحده فرعيه. هذه الفرعيه قصيره بارابور للناسيونال ولكن كلها فيراجات. الا ما بغيتيش تمشي على سيدي افني وكذا واحد الطريق فرعيه هانتوما تشوفوا فيها عامره فيراجات. هذه تيو غزه وحده من الفيلاجات ولا المدن اللي جايين على الطريق اللي عاد دابا هضرنا عليها من قلميم لتيزنيت. طريق صغيرة معامرة دواور. درنا أسوأ قرار منين بغينا نشدو الطريق الثانوية من قلميم لتيزنيت باش نقصرو علينا الطريق. ساعات حنا في أسوأ طريق كلها محفرة عامرة فيراجات وقصيرة، خاصك تهبط للجنب ديال الطريق لبغيتي جوج طوموبيلات يدوزو. وبصراحة كانت عامرة مناظر واعرة وزوينة ولكن مكرفسة. وادي جماعة سيدي بوعبدلي، مرحبا بينا عند الناس ديال دوار بونعمان ومرحبا بالناس ديال بونعمان عندنا فلاشين. وصلنا الحمد لله المدينة تيزنيت من بعد ديك الطريق المرونة، طريق فريا الصراحة ما تنصح حتى واحد يمشي منها. في الأول تتبان لك زوينة من تدخل في الناسيونال وكي اون فوا تتولي فرعية تتولي ما فيها ما يتشاف. طريق خايبة وعاد الناس اللي تيسوقو تما مع ولاد البلاد وكذا عرفتي ما تيبغيش يهبط لك على الطريق تيخليك انت تهبط. المهم روينة ديال الطريق فريا، اللهم تجي على سيدي إفني. هادشي اللي نقول لكم الإخوان. صباح الخير صباح النور، كي دايرين الخوت لاباس عليكم؟ تنتمنى يكون داز نهاركم بخير وعلى خير. اليوم فقنا في مدينه تيزنيت في اوتيل امودو، نخليكم مع الشومبر اللي كاينه في اوتيل امودو في تيزنيت ومن بعد نمشيو لبلاصه جديده. صراحة اوتيل امودو من احسن لي زوتيل في النقا، وتا في الطريقة الشكل ديالو مازال عاد مصبوغ. المهم داكشي زوين فيه، نقي ديال العائلات. وهذه تسنيمة، السلام عليكم. وما تصارون نمسكو شوفي
تيزنيت مدينة في منطقة سوس بعيدة على أكادير ب 90 كيلومتر. تيز قال أن اسم تيزنيت جاء بسبب واحد المرأة جات لهاد المنطقة وكان فيها العطش بزاف، فطلبت الله يعاونها واستغفراته، فبقى كلبها تينبش في الأرض حتى خرج الماء، فبقاو الناس تيجيو لهاد البلاصة يسكنوا فيها. وكانت هاد السيدة سميتها لالا الزنينية، اللي بالأمازيغية هي تيزنيت. والمدينة عندها أسماء أخرى بحال مدينة الفضة ولا العين الزرقاء وزيد وزيد. أما تاريخيا فتأسست المدينة سنة 1882 في عهد السلطان الحسن الأول، اللي دور عليها السور باش يضمن الأمان وعدم تمرد القبائل الأمازيغية. ودابا خرجنا من مدينة تيزنيت وغادي إن شاء الله لواحد البحر اللي قريب من أكادير سميتو تيفنيت. هذا البحر هذا على ما قالت لي المدام زوين التسخين فيه مني كانت صغيرة، ودابا إن شاء الله غادي نمشيو نشوفو كيداير. منطقة بالفاع ما بين تيزنيت وأكادير كاين واحد الباساج عامر دواور وفيلاجات، فريمون أكبر زعما منطقة جو بونس اللي فيها الدواور بهذا النيفو هذا. عرفتي راه دوار ايت ابراهيم، تين ايت ابراهيم، تين منصور، دوار ولاد علي، انشاضن بالفاع، مهم بزاف راه ما يمكنليش نحسب لكم. تزيد 100 متر 150 متر بلاكا، 100 متر 150 متر بلاكا. دونك تحيه لكاع الدواور هذه المناطق هادو، ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. الطريق ديال تيفنيت دوار ايت ميمون، هذا دوار ايت ميمون. شاطئ تيفنيت بعيد على أكادير ب 45 كيلومتر وتيطل على المحيط الأطلسي، وهو عبارة عن قرية ديال الصيادين. هاد الشاطئ فيه بيوت وسط الجبال ديال الصيادة، حيث القرية جات في منحدر صخري، وفي السنوات الأخيرة ولات مشهورة بالناس ديال السيرف حيث تيكون فيها الريح. أما الشوايات ديال الحوت فيا سلام، من ألد الشوايات اللي كليت في حياتي. هادي تسنيم جرى اللعب ديالها. الحمد لله جينا لتيفنيت، شاطئ تيفنيت.
تذكرات المدام الذكريات اللي دوزات هنايا مع العائله الصغيره ديالها. وو ميم طون ضربنا عويمه حنا. البحر زوين كما قلت لكم، ماشي موسخ، فيه داك الخز شي شويه ديال الصخر، ولكن زوين المواج وكذا. المهم داكشي رائع. وزدنا ضربنا الشوايه عندهم، السردين زوين اقسم بالله، لا السردين واعر. الكيلو تقريبا الشوايه فيها تقريبا كيلو، هي شوايه وحده راه كيلو داير 20 درهم. وخدينا بريد اتاي، قصينا الحمد لله بخير وعلى خير، ضربنا عويمه، مشينا شفنا تيفنيت، وغادي نقبطوا الطريق لبلاصه جديده. ومدينه مراكش ان شاء الله هي المحطه القادمه، كما بدينا منها غنرجعوا لها باش تكون هي اخر محطه. صباح الخير، صباح النور، كي دايرين الخوت؟ وصلنا البارح كما شفتوا لمراكش، جينا جلسنا في واحد لوطيل سميتو اوتيل بالي البهجه. دونك فيه الدراري الله يعمرها سلعه، لا من سيدتي هز الشنطات، لا من الباركينغ، لا من سمير اللي كاين في الريسبسيون في الصباح، ولا خالد اللي تيكون بالليل، الناس ديال المطعم في الفطور في الصباح. المهم الله يعمرها سلعه، تنصح به اي واحد. قبطنا سويت واعره، ها نتوما غتشوفوها كامل. دونك هذا مكان كانت مراكش كما شفتوا الوجهه الاولى ديالنا، وهي اللي كانت الوجهه الاخرى عاوتاني ملي كنا راجعين. نخليو مدينه مراكش. هذه الحلقه 22 من رحله الصحراء المغربيه، وهي الحلقه الاخيره، واللي بديناها من الرباط حتى للداخله ونواحيها، مرورا بعده مدن اللي جاوا على الطريق. اكتشفنا فيها معالم تاريخيه وطبيعيه اللي اول مره كنت نسمع بهم. كانت جوله رائعه اللي ما عمرني ننساها، لا انا ولا العائله الصغيره ديالي. وتسنيم عجبها الحال بزاف، وتحنا معاها. تنتمنى تكون عجباتكم الحلقات كلها ديال هذه السلسله، والقادم اجمل ان شاء الله.